انت سألت قلت يا ترى في مقابل امدادات الغاز ايه المقابل؟ لا، العلاقة بيننا وبين اوروبا علاقة اكبر كتير من ان احنا يبقى دايما الـ الـ الهدف منها ان انا يعني يتم تقديم شيء عشان نحصل على شيء اخر مقابل ليه. لكن احنا بنتكلم على تعاون وتنسيق بشكل او باخر في المجالات مختلفة، واتكلمنا على ان احنا ازمة الغذاء وازمة الطاقة هي ازمة ضاغطة جدا جدا على الاقتصاد في مصر. وهديكم مثال مهم قوي تعرفوه، وانا قلت الكلمة دي قبل كده، حجم الدعم اللي بيقدم للناس في مصر، احنا ما نقدرش نعمل زي ما بيتعمل في اوروبا هنا ان احنا الاسعار تنعكس على المواطن، ما نقدرش نعمل ده، لان ده لو حصل في مصر هيحصل مشكلة كبيرة جدا جدا، لان ده هيبقى يعمل تضخم هائل لا يتحمله المواطن المصري، وبالتالي هيبقى حالة عدم الاستقرار على المحك في هذا الامر. وبالتالي اللي احنا بنطلبه من اصدقائنا في اوروبا ان هم يعاونونا في هذا الامر، وايضا مع مؤسسات التمويل الدوليه زي صندوق النقد الدولي او البنك الدولي يساهموا معانا بان هم يعني يبقوا يساعدونا في ايصال رساله لهم بان الواقع اللي موجود في بلادنا ما يتحملش المعايير المعمول بيها خلال هذه المرحله حتى تنتهي هذه الازمه، حتى تنتهي هذه الازمه. طيب هل محطات الاساله اللي موجوده في مصر اقدر اقول لك ان كل الغاز اللي ممكن يطلع في شرق المتوسط ممكن تصديره من مصر الى اوروبا بالامكانيات اللي متاحه بالفعل عندنا، واحنا مستعدين نعمل ده، لان احنا بالمناسبه ان كان لنا دور نقدر نعمله في تخفيف اثار اي ازمه احنا مستعدين نلعب هذا الدور. شكرا.